سيادة اللواء المحترم لواء أركان حرب خالد هودة محافظ جنوب سيناء، الستة الزملاء الأعزاء الوزراء الأفاضل، القامات الوطنية الموجودة، الحقيقة بداية يعني نشكر السيد رئيس الجمهورية على تفضله برعاية هذا الملتقى، كما أتوجه بالشكر إلى السيد رئيس مجلس الوزراء الذي شرفني بهذه الإنابة، وهذا يعكس اهتمام الدولة المصرية بهذا الملتقى. لماذا سانت كاترين وهناك ملتقيات وندوات كثيرة عن التسامح؟ لأنها يعني هي واقع تطبيقي وعملي، وكما قلنا يؤكد أننا لا نبتدئ شيئا جديدا إنما نستعيد تاريخا عظيما. فوجود المسجد ومن المسجد إلى الدير وتجاور المسجد مع الكنيسة على تاريخ طويل، سواء هنا أو في منطقة مصر القديمة كما ذكرنا في خطبة الجمعة، من مسجد سيدنا عمر بن العاص إلى الكنيسة المعلقة إلى المعبد اليهودي، ده رسالة تسامح الأديان. وعندما دخل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخلوا بلدا ولم يعتدوا على أي دار عبادة على الإطلاق، وده جعلنا نخرج كتاب حماية دور العبادة، كل دور العبادة. وقلنا النموذج المصري أصيل في أنك تجد المصريين جميعا بغض النظر عن ديانتهم يحمون دور عبادتهم، فنجد المسيحي يحمي المسجد إلى جانب المسلم، والمسلم يحمي الكنيسة إلى جانب المسيحي. وأكدنا أن أي إنسان مات في الدفاع عن دور العبادة، من مات في الدفاع عن دور العبادة فهو يموت في الدفاع عن الوطن، لأن ده محور من محاور الوطن، ونحتسبه شهيدا عند الله عز وجل. لأن في فترة استهداف الجماعات المتطرفة لم يكن المستهدف لا المسجد وحده ولا الكنيسة وحدها، إنما كان المستهدف والوطن، ويد الإجرام التي امتدت إلى الكنائس هي التي امتدت إلى المصلين في صلاة الجمعة في مسجد الروضة بمدينة بئر العبد، في واحدة من أبشع جرائم الاعتداء على الإنسانية. وضلنا أن نكون يدا واحدة في الحفاظ على أمن مجتمعنا وأمن دور العبادة. الحقيقة اللقاءات دي فريدة، لأن فعلا اللقاء بوطنية بنتجاوز فيه كل الفروقات وكل أنواع التمييز. قلنا نحن نتعامل على درجتين، المواطنة المتكافئة والإنسانية العامة، يعني يمكن داخل الوطن. وقلنا على الناس يجب أن تتخلص من مفاهيم الدولة القديمة، دولة الأقلية ودولة الأغلبية، إلى دولة المواطنة المتكافئة التي ينظر فيها إلى المواطنين على درجة سواء على أساس الحقوق والواجبات المتبادلة والحق مقابل الواجب. وأيضا يمكن بما إن كان معانا مجموعة من مختلف دول العالم أيضا، فبنتجاوز قضية المواطنة إلى قضية العمل الإنساني المشترك وحب الخير للإنسان بوصفه إنسان بغض النظر عن دينه أو جنسه أو لونه. فعندما حرمت الأديان قتل النفس، حرمت قتل أي نفس وكل نفس بغض النظر عن الدين أو اللون أو الجنس، عندما قال الحق سبحانه أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ولم يقل نفسا مؤمنة أو نفسا كافرة، ولا يوجد قتل على المعتقد ولا على العقيدة، وإنما القتال مقابل القتال والعدوان والاعتداء، ولا يوجد قتل الأحد على عقيدته. الرسالة دي الحقيقة بتتعمق هنا عندما نحياها، ويمكن احنا حرصنا بالتنسيق مع سيادة اللواء خالد فودة أن تكون معنا مجموعة من واعظات الأوقاف ومجموعة من المربيات والمعلمات والمكرسات بالكنائس. ودي مش أول لقاء، احنا عملنا عدد من اللقاءات مع بالتنسيق مع المجلس القومي للمرأة، ومهم جدا كسر ما كان قائما قبل ذلك من الحواجز النفسية، لأن من جهل شيئا عداه، ولأن هذا القرب يؤصل ويرسخ للمشتركات الإنسانية. وإحنا بنأكد على أمرين، أمر العبادات والعقائد إلى الله فيما بين الإنسان وبين خالقه، إنما المشتركات الإنسانية قلنا جميع الديانات أجمعت على الصدق والأمانة والوفاء
ولا يوجد دين واحد أباح لا قتل النفس ولا الزنا ولا أباح الكذب ولا أباح الخيانة. هناك ما يعرف بالمشتركات الإنسانية التي يجب أن نعظمها فيما بيننا. أنا هكتب بنقطة مهمة جدا حقيقة في مسألة الجانب الأول. سانت كاترين واحدة حقيقة، سانت كاترين بعبقها الروحي والتاريخي بما فيها من كل الجوانب الإيمانية، عشان كده خصوصية المكان، المؤتمر له خصوصيتان. خصوصية المكان سانت كاترين، لن تجد سانت كاترين أخرى بكل ما تحمله من معاني إيمانية وروحية وبقعة مباركة وتاريخ عظيم، وخصوصية اللي احنا حرصنا عليها تسامح الأديان أو التسامح الديني. هنا نصلي معا، وده احنا انتقلنا من رحاب المسجد إلى رحاب الدير ولم يشعر أحد يعني بأي شيء في نفسه وهو يجلس إلى هنا أو هو يدخل المسجد أو يدخل الدير في نموذج راقي نؤصله عمليا. وتكمن أهمية الملتقى في أنه تحول من الكلام النظري إلى التطبيق العملي في التسامح الفعلي. هختم بنقطة مهمة تحدثت فيها مع بعض الزملاء احنا ماشيين. هذه الجبال أيضا كما أن سانت كاترين متفردة بطبيعتها الدينية والتاريخية، هي متفردة بجوانبها الطبيعية. حقيقة لو جبنا لأي حد الآن أي حد من عامة الناس وقاعد معانا من غير المثقفين أو الدارسين للجغرافيا والعلوم الحديثة وقلت له تعالى الجبل ده بيتحرك ولا لأ؟ يقول لك اتحرك، ده أبويا وجدي وأولادي ومئة سنة، مين قال إن الجبل ده الجبل ثابت لا يتحرك؟ لما يجي سبحان الله نص قرآني من أكثر من 1400 سنة يقول الحق سبحانه الجبال اللي قدامك دي لو سألت أي حد الجبل ده بيتحرك؟ اتحرك مين يا عم؟ الجبل معاك قدامنا أهو، والسنة اللي فاتت واللي قبلها ونفس المكان. رب العزة يقول إيه؟ وطال الجبال تحسبها جامدة، تحسبها واقفة، وهي تمر مر السحاب. صنع الله الذي أتقن كل شيء. ولما يجي علماء بقى الجغرافيا واللي درسناه في المراحل الابتدائية، الأرض تدور حول الشمس وتدور حول نفسها ودوران الأرض وتفهم، وحتى عشان كده رب العزة قال إيه؟ وهي تمر مر السحاب مرورا يسيرا هادئا متأنيا غير ملحوظ. كثير من الناس لا يفكر فيه، فعندما يأتي ذلك يؤكد أننا أمام خالق عظيم يحتاج أن نتأمل في كونه، وهو القائل سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. ولما نزل قول الله تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، قال النبي صلى الله عليه وسلم ويل لمن لاكها بين لحييه ولم يتفكر فيها. ولذلك ما نعتمد عليه الآن سواء في منهجنا الدعوي أو في منهجنا التربوي أو تدريب الأئمة والوعظات أو ما نحتاجه بصفة عامة، هو المنهج العقلي الذي يفكر. ولذلك نقول حتى في النصوص، هل قال؟ هل في نص؟ من قال؟ لماذا قال؟ ماذا قال؟ والشرع جعل العقل مناط التفكير. ولذلك كانت مشكلات التطرف من الجمود والحفظ وعدم إعمال العقل، فإحنا بنأكد على إعمال العقل في كل شؤون حياتنا وبناخد من ده. ربنا أتقن الجبال، ده دي إشارة لينا، هي مش جاية كده عشان بس لك أنا أتقنت صنع الجبال، عشان يقول مطلوب من كل واحد يتقن إيه عمل. وأنا كنت مع الدكتور أسامة في السيارات الخفيفة دي، قال لو كل واحد اهتم بأسرته وبعمله وأدى حق أسرته على الوجه الأكمل تربويا وفي كل حقهم وأدى أتقن عمله يكون ينصلح تلقائيا. احنا محتاجين نستفيد معاني الإتقان ونعمق معاني التسامح، وإن شاء الله يعني هيبقى في قصيدة هنسيبها بالليل في عمق التسامح، إن يقول فيها الدين للدياني الدين للدياني
جل جلاله لو شاء ربك وحد الأقوام لا إقاها في الدين قد تبين الرشد من الغي، ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. ويقول سبحانه ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين. ولذلك بنقول الأمور الستة في الأديان العقائد والعبادات هي ما بين الإنسان وربه، سواء في الكنيسة في المسجد، هذا فيما بينك وبين الله على قناعاتك واختيارك لا إقرار فيها. لكن يبقى الأهم كل ما يتصل بشؤون الحياة من المعاملات ونظام الحكم وإدارة البلاد والتعاون هو في إطار المشترك الإنساني الطموح الديني. ووضعت الأديان مقاصد عامة، وبالمناسبة تتفق جميع الأديان السماوية على مصالح البلاد والعباد، وأنه حيث تكون مصالح الناس وجمع كلمتهم، حيث يكون العمران وحيث تكون الحضارة، فسمى صحيح الأديان إن شاء الله يكون يعني نقلة ورسالة للعالم كله. وبنهنئ سيادة اللواء الحقيقة بكل ما نجد في كل عام من نقلة نوعية في سانت كاترين، وبنتمنى لبلدنا ولكم جميعا كل التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله.